مرحبا بك يا فنانين، اسمي حامد الشال، بشرح طريقة لومس. أنا أعتبر الفيديو ده كبداية شرح نعرف فيه بعض الأساسيات عن لومس، فيلا بينا نروح نسكتش ونشوف. أول حاجة هنرسمها في لومس هي كرة، ودايما هنبدأ به لأنها تشبه الجمجمة أكتر من أي شكل تاني. بعد رسمنا للكرة هنحدد خط السنتر في المنظر الأمامي، ويبقى معانا مجسم نقدر نشوف فيه شكل الخطوط ونتخيلها في 3D. بعد رسمنا خط السنتر أو خط رأس في نص الدايرة، نرسم شريحة من كل جنب، هتظهر معانا برضو خط رأسي عشان تقرب الشكل للجمجمة. وبعد كده خط في منتصف الدايرة اللي هو خط الحاجب في منتصف المسافة من خط الشعر وخط الأنف، خط الشعر في نهاية الشريحة من فوق، وخط الأنف من نهاية الشريحة من تحت، ونقيس المسافات ونتأكد إنهم قد بعض. وبعدين نغير اتجاه الدايرة لفهم حركة الخطوط وتخيلها أكتر. نبدأ نرسم الدايرة في اتجاه تاني بحيث نفهم اتجاهها من حركتها من المنظر الأمامي لاتجاه تاني. أرسم خط رأسي في منتصف الدايرة وخط أفقي اللي أنا كنت راسمهم في المنظر الأمامي، وبعدين أبدأ أحركه زي ما هو في المجسم قدامي. مش ظاهرة قوي. نبدأ نرسم خط السنتر بعد حركته من مسافة من خط المركز، وأبدأ أرسم الجزء اللي أنا مش شايفه من من الدايرة، وهكذا بخط الحاجب. نقطة تقاطع الخط الرأس والخط الأفقي اللي هو خط السنتر وخط الحاجب هي اللي بتحدد لي اتجاه الرأس. ده بنبدأ أحدد الجزء المخفي، وأبدأ أوصل ما بينهم بمحور. عشان اقدر افهم اكتر هنا برضو تقطع الخط الرأسي مع الخط الأفقي، حدد لي برضو اتجاه الرأس وانا في المنظر الأمامي. هبدأ اخد شريحة موازية لخط السنتر تماما، أبدأ أبين الجزء اللي أنا قطعته بالشريحة. وبعدين نعمل إسكات للخط الرأسي للرأس، وبكده حددنا اتجاه الرأس وموازي الخط الودن موجود في الشريحة. بعدين أبدأ أوضح لك شكل الشريحة بعد ما اتقطعت. بعد ما تقطع الشريحة هيبان الجزء مسطح، فتحول المنحنيات لخطوط مستقيمة على الشريحة. أعمل لها إسقاط. شكل الخطوط على المجسم. تعالى بقى نتعرف على ارتفاع الشريحة. نبدأ نقسم نص الدايرة لتحت
قسمه لتلات أجزاء متساوية، هتبقى نهاية الشريحة في التلت الأسفل، ومن ارتفاع الحاجب للأنف نقدر نحدد ارتفاع الدقن. وبعدين نبدأ نوصل الدقن، وتقريبا بتاخد جزء من مساحة الدايرة. أوصل الدقن بخطوط مستقيمة وأخلي حركتي بطيئة، بحيث ان انا اقدر اظبط الجنب اليمين زي الجنب الشمال. كده انتهيت من بناء الدقن، ابدا اشوفها على شكل المجسم، على المجسم بشكل افضل بحيث اكون افهم اكتر. شكل الدقن اللي بتاخد مساحة من الدايرة من اسفل لحد الانف. نروح للوداعات التانية ونشوف خط الأنف هيظهر معانا ازاي. خط الأنف هيبقى موازي لخط الحاجب وعند نهاية الشريحة. نظبطهم في خط موازي لبعض، وتاخد مسافة خط الحاجب لخط الأنف لخط الدقن صفتين متساويين. الجبهة اللي هتبقى مسافتها قليلة شوية لأنها أبعد. بعدين أبدأ أربط الدقن بالدايرة. مهم جدا انك تتدرب على ربط الدايرة بالدقن بشكل كويس. شوف الدقن بعد ما ربطناه وخدت مساحة من الدايرة، وبعدين نحدد خط الشعر اللي هي الجبهة، هتبقى مسافتها اقل من مسافة الدقن ومسافة الانف. بعدين نشوفها على المجسم، ربط الدقن مع الدايرة وشكل الخطوط، خط الحاجب وخط الشعر وخط الأنف وخط الدقن. وبعد فهمنا المنظر الأمامي وتغيير اتجاه للدايرة، نرسم الوضع المعروفة 3×4 باللي احنا فهمناه. نقدر نطبقه على الوضعية ديت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اقدر انزل شروحات تانية. سلام.